اما هلا رشا رح نروح لاولى محطاتنا لليوم، واولى فقراتنا رح نحكي فيها طبعا عن كيفيه معالجه حالات كثير قبل ما تتطور وتدخل وتصير باضطرابات صعبه انه يمكن التدخل فيها. طبعا هي الحالات رح نحكي عنها بشكل موسع مع ضيفنا لليوم عقاب ناصر الحلبي، وهو المنسق لجمعيه سبل التنمويه. يسعد صباحك عقاب واهلا وسهلا فيك. يسعد صبحك. صباح الخير، طلعوا انتم بخير، نعيد عليكم بمناسبة الأعياد. نعيد عليكم يا رب. أهلا وسهلا يا عقاب. اليوم إذا بدنا نحكي بموضوع الإعاقات، هي كثيرة وأنواع كثيرة، فنحن ما حنروح اليوم بتعداد الأنواع، إن كان بصري سمعي حركي. خلينا نحكي عن المنشأ. دائما عم يكون المنشأ واحد لهدول الإعاقات أو عم بيختلف من إعاقة لأخرى. يسعد صباحكم. اليوم إذا بدنا نحكي عن نوع الإعاقة، أو بدي أقول إعاقات كثيرة ومنشأ واحد، لا، منشأ كثير متعدد. في شيء منشأ جيني، في شيء منشأ بيئي، في أشياء منهم بيكون منشأ وراثي، في أشياء بتكون حوادث بتصير بتؤدي إلى إعاقة مستدامة. بعض أنواع كثيرة، لكن نحن اليوم إذا بدنا نحكي عن بعض الإعاقات الذهنية يلي نحن ممكن بالبدايات نلحقها، يعني بمعنى آخر قد يكون عندي اضطراب يتحول إلى إعاقة، قد يكون عندي مشكلة في البدايات تتطور وتصير إنها متلازمة. يعني لما نلاحظ نحن بعض الحالات عند الأطفال، بعض حالات الحمى يلي بتجي ممكن تضرب العصب السمعي، يصير الطفل عنده إعاقة سمعية. ونفس الشيء لما بصير بعض الأطفال عندهم ارتفاع بالسكري بيضرب النظر أو البصر، حاسة البصر. هيدا الشيء نفسه نحن بنطبقه على أطفالنا بالإعاقات الذهنية يلي ببلش عندي نوع من الاختلاجات، نوع من الكهرباء، نوع من بعض الإصابات الدماغية التي تكون أثناء فترة الولادة أو في فترة الحمل، أو قد يكون في شيء من يعني انتقل من جسم الأم للطفل. هيدا الشيء عم بيسبب لي أنا مشاكل عند الطفل قد تكون دائمة. بمعنى إذا بدنا نبلش اليوم ببعض الاضطرابات الخفيفة أو بعض التأخرات اللي هي بيكون الطفل ما نو ضمن التطور الطبيعي، هون بدنا نلاحظ الأم، بدها تلاحظ الأم مباشرة هيدا التغير عن طفلة عن أقرانه، مباشرة لازم نلجأ لشيء اسمه التدخل المبكر. بمعنى طفلي عنده تأخرات، تأخر نمائي بالمشي، بالحركة، بالتطور، بالتواصل، باللغة، بالنطق، صار عندي تأخر حتى بالمهارات العامة. اليوم طفلي إذا هو ما نو قادر يمسك يشرب كاسة المي صار عندي تأخر. هي التفاصيل الصغيرة اللي إما ممكن ما تنتبه لها قد تتطور إلى توصل معنا لإعاقة أو متلازمة. طيب هون خلينا بما أنك فصلت وحكيت الفرق بين الاثنين، خلينا نقول اليوم في كتير اضطرابات هي تنشأ وراثيا ولكن بيكون صعب شوي التدخل فيها مبكرا لأنه ما بتظهر بشكل واضح، وفي اضطرابات تنشأ من سوء التربية أو سوء التعامل أو صحيح. الإهمال. وحاليا صار في اضطرابات تصنف حسب التكنولوجيا، يعني بيقول لك انه هذا الطفل انصاب بتوحد بسبب جلوسه لفترات طويله لوحده على التكنولوجيا او الشاشات، وفي اضطراب سمي اضطراب التكنولوجيا. تمام. فخلينا نحكي هون امتى بتدخل الام وكيفيه تدخلها الصحيحه قبل طبعا اللجوء للاخصائيين. التوضيح يسمى اضطراب الشاشات، لا يوجد توحد افتراضي على الإطلاق نهائيا. لا يوجد شيء أنه أنا ابني صار بالتوحد لأنه هو بيشوف تلفزيون، قطعا ما في هيك شيء. اضطراب الشاشات، اضطراب الشاشات أطلق بالبدايات عليه التوحد الافتراضي، توحد الرقمي، تسميات كثيرة، لكن نحن اليوم في عندي باختصار هو اقتباس الطفل لشخصية كرتونية. بصير الطفل يعيش حياته على أنه هو هي الشخصية الكرتونية اللي بيشوفها بالتلفزيون، بصير الطفل يمارس حياته، يشتغل، يتحدث معك بالفصحى وبنفس نبرة الصوت اللي بتحدثها هي الشخصية. هون يسمى اضطراب الشاشات. طبعاً ناتج عن شو؟ هو ناتج عن ساعات طويلة جداً جداً من التلفزيون، من الآيباد، من للأسف صار الطفل هون فقط متلقي، صار هو الحياة عنده والعالم الوحيد هو عالمه الرقمي، لا يوجد تدخل، يعني اختلاط بالبيئة، بالأسرة، بالمجتمع، تواصل الفعلي البيئي غير موجود. فصار عندي أنا هون نقص. إذا لاحظنا هو سبب الإهمال اللي حضرتك تفضلت فيه، بسبب الإهمال صار في عندي هيدا الاضطراب، فهون لازم الأم تتدخل مباشرة. نحن لازم يقطع هي التفاصيل الإلكترونية، يقطع تماما ويدمج الطفل مباشرة مع الأقران. يا ترى الطفل نحن اليوم رح يصير في عنده انتكاس إنه هو ما عاد يتفرج أبدا، ما هو الطفل بده شيء يلتهي فيه مباشرة. نحن لما أخذناه وخليناه يندمج بالبيئة، يندمج بالمجتمع، يندمج مع الأطفال بالروضة بهي التفاصيل، صار هو قادر أكثر على أنه يرجع لعالمه الصحيح. يعني هو عنده استجابة، فانتقل بهي الاستجابة وهذا الذكاء الفطري الموجود عند الطفل توظف من التلفزيون للحياة الطبيعية. أيضا ممكن يتطور معنا لشيء نحن يسمى بالفقر البيئي. إذا أهمل،
يصير معنا شيء اسمه فقر بيئي، بتصير عندي نقص بالاستجابة، بصير في عندي ضعف بالأداء العام، بصير في عندي التواصل اللغوي فقط بالفصحى. يعني حتى أنت اليوم لما بتحكي مع الطفل ما بيفهمك غير لترجعي توجهي له الكلام بالفصحى. صار في عندي هون شيء كتير خطير على حياة الطفل إذا استمر بهذا الشيء، ينتج عنه طبعا تأخر نمائي وصعوبات نمائية وتعلمية لما بعد. لكن إذا نحن اليوم بعمر 3 سنوات أو أقل أو أكثر تدخلنا مباشرة بشيء يسمى تدخل مبكر، مرحلة ذهبية للتدخل المبكر عند كل طفل دون 4 سنوات. دون 4 سنوات هي المرحلة الذهبية لحتى نحن نعالج، تكون عملية العلاج أسرع، حتى التدخل يكون أسرع، النتائج المطلوبة أوضح، بيبلش الطفل هون يستجيب أكثر. لكن إذا نحن طلعنا اليوم 4-5-6 سنوات وبلشنا انتبهنا للطفل، نحن قطعنا مرحلة طويلة للأسف. ممكن يعالج أكيد، ما منقطع الأمل، لكن نحن النتائج المطلوبة غير مرضية مثل ما بيكون الطفل بضمن التدخل المبكر دون 4 سنوات. يمكن النسب بتصير، الفرص بتصير أقل. هلأ ذكرت أنه 4 سنوات هو المرحلة الذهبية لنحن نقدر نتدخل بحياة طفلنا ونوجهه بشكل صحيح. في بعض الإعاقات عم تبلش بفترة الحمل متلازمة داون وممكن غيرها تاني. اليوم نحن الطفل بعمر الأشهر وما فوق، قادرين نعمل له شيء؟ أكيد. طيب خلينا نحكي عن هدول الأعمار اللي عم يخلقوا عندهم هاي المشكلة، وبعد 4 سنوات يعني خلينا نحكي نحن كيف قادرين اليوم أنه نخفف موضوع الإعاقة. وكتير مهم موضوع التوعية عند الأهل، في أهل عم بيخجلوا من القصة. خلينا تكون القصة يعني كتير واضحة. في عالم بترح لك لقصة الخزعبلات والخرافات أنه أنا ابني ما في شيء، أنا ابني ممكن صيبة عين أو صح. والولد بيكون هو بحالة نفسية وصحية وجسدية كتير تعبانة. فخلينا نحكي بدون قصة. نحن هون عم نحكي على قلة وعي من الأهل، قلة وعي كتير. لما الطفل اليوم يعني ما يمكن اليوم أي أم بتحس بطفلة في اختلاف مباشرة، الأم بتشعر مباشرة. لكن اليوم بدنا نبلش بهل هي رح تعترف بطفلة أو ما رح تعترف. إذا اعترفت بطفلة وأطلقته للحياة وبلشت تعالجه كتير ممتاز. لكن إذا صار عندي تأخر وخبينا الطفل، للأسف هو عم يزيد من حالته. إذا كان في نسبة يعني اليوم إذا بيجينا الطفل بعمر 7-8 سنين والله كلهم يقولوا لي ما فيه شيء، يعني الأم دائما تنكر لا هو ما فيه شيء، إنه ما حدا ذكر لك طفلك توحد، ما حدا ذكر لك طفلك مختلف عن أقرانه، إنه لا هو ما فيه شيء. هاي الكلمة دائما إنه هو ما فيه شيء. هاي نظرة المجتمع سلمى دائما نحنا إنه نهرب. حتى نهرب. أحيانا الأم بتحاول تنكر إنه صح. الطفل مريض. هلا هي حقه. صحيح. يعني حالة النكران هي حالة كتير طبيعية. هي لأنه يعني. أساسا النكران إجا عن صدمة. الأم انصدمت نفسيا فصار في عندها نكران. إيه بس في هيك حالة أكيد هذا بيزيد الغلط غلط يعني. صحيح. لهيك نحن لازم نتأقلم مع الحالة أو نتعايش معها لحتى نبلش نشتغل معها. يعني لما أنا اليوم بطفل عمره 4 سنين أو 5 سنين خلينا نقول في عنده لغة، فهو اليوم متأخر نطقيا، جبت لي بعمر 10 سنوات هو ما رح يحكي. يعني بعمر 10 سنوات إذا كان في مجال للنطق إحنا قتلنا هاي المرحلة. تمام. فلكن بطفل بمرحلة صغيرة بلشنا نكون اللغة عنده، بلشنا بجلسات النطق، بلشت مخارج الحروف تطلع، بلشت مخارج الأصوات، هون بلشت المرحلة تكون أخف. لكن بعمر متأخر هذا هي المشكلة اللي احنا عم نحكي عنها. إضافة لبعض المتلازمات مثل متلازمة داون، غالبية أطفال متلازمة داون غالبية بيكون في عندهم مثلا فتحة بالقلب، ضعف بالبصر، ضعف بالسمع، أكياس بالماء، يعني تفاصيل كثيرة ممكن تكون عنده. بمرحلة الأشهر للسنة أو للسنتين حتى بنفضل دائما بأطفال متلازمات يكون في عندهم ضمن مرحلة العلاج الفيزيائي علاج دوائي، لأنه بالغالب بيتأخروا بالمشي، في عندهم ممكن يكون مثلا عدم تقعر بباطن القدم، الأقدام بتكون نوعا ما ملتصقة أو قريبة جدا، بعض المشاكل بالورك. هي الأشياء تفاصيل اختصاصي العلاج الفيزيائي، بنفضل أن الأم تتدخل فيهم دوائيا، أو بعض العمليات اللي ممكن تجري للطفل مثل الناميات أو التفاصيل هي اللي ممكن تخلق هي اسمها عيوب خلقية عند طفل الداون أو حتى الفتحة القلبية. هذه الفترة احنا خلينا نستثمرها بالعلاجات لحتى الطفل بصير بعمر 2 نبلش مباشرة معه ندخل ضمن العلاج الوظيفي أو العلاج الحسي، التكامل الحسي، لأنه احنا بداية أي شيء بدي أعطيه أو أي تمرين للطفل وتحديدا مما يختص بذوي الإعاقة أو بيكون عندهم اضطرابات هن بحاجة علاج حسي بالبداية ضمن ما يسمى بالتكامل الحسي، علاج الحسيات عندهم، السمعيات، البصر، الحس العميق، الأطراف، حتى هن يشعروا وتفعيل عتبات الألم.
بعدين هذا انا هذا الشيء كثير مهم، لانه اليوم الناس بتفكر انه بعض انواع العلاجات هي فقط نحن بدنا نعمل نعطيه دواء بيمشي صح. على الدواء نلعب معه شوي وخلصت، وهي القصه مو هيك. اكيد خلينا نشرح اكثر اليوم لما بتحكي علاج حسي شو المقصود فيه. بعض انواع العلاجات الفيزيائيه اللي هي بتبدا من هي الحالات وبتروح حتى للناس اللي بتخضع لعمليات جراحيه وما الى ذلك، وهذا كثير مهم العلاج الفيزيائي. شفنا كثير ناس تحسنت عليه، واضافه للعلاج الدوائي اللي هو جزء من علاج هيك انواع من الحالات. العلاج الدوائي هو شيء اكيد وضروري ومحتاجه كل طفل حسب حالته ويقرره الطبيب المختص. العلاج الفيزيائي اختصاص العلاج الفيزيائي هو اللي بيقرر اليوم وبيقيس قدرة العضلات، قدرة العظام عند الطفل، قدرته على المشي، قديش قوته البدنية، يعني هي التفاصيل اللي هو اختصاصه. لما بنحكي عن علاج حسي نحن اليوم عم نعمل تأهيل عصبي للجسم، تأهيل عصبي للجسم من المثيرات، من الاستجابات، من الاستثارة عند الطفل. لما هو حتى في أطفال اليوم نمسك كاسة مثلا سخنة هو ما بيشعر فيها لأنه عتبات الألم عنده غير مفعلة. صحيح. وهذا العلاج الحسي أو التكامل الحسي نحن بنسميه دائما الحس العميق، العلاج الحسي العميق، لأنه الطفل في كتير تفاصيل هو مثلا بعض الأصوات ما بيميزها، لما بيشوف شيء ما بيفهمه. نحن هون بنبلش نحفز الطفل لحتى يتعرف أكثر على البيئة، وبيتم بالغالب علاج الحسي من خلال البيئة، من خلال الطبيعة، وبنتقل مباشرة بعد لشيء يسمى العلاج الوظيفي، ندخل بضمن مجال التنمية الفكرية وما شابه. طب عقاب، هلأ موضوع ذو الهمم خلينا نقول، ودائما موضوع النفسي كثير مهم بهي القصص، هو بحر، ودائما نحن حنستفيد من معلوماتك ضمن صباحات تانية. كلمة أخيرة، كنا عم نحكي عن فعالية عندكم نهار الخميس، نحكي عنها قبل ما نوضعك. يوم الخميس عندنا فعالية لسبل السلام تتضمن تخريج 30 طفل ممن أتموا مرحلة العلاج من اضطرابات التواصل، التواصل الاجتماعي، التوحد، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق واللغة وما شابه. في ضمن فقرات كتير مسرحية من أداء الأطفال، عرض أزياء خاص بالأطفال أو فلكلوري، هو الفلكلور شعبي حيكون. عندنا فقرات راقصة، عندنا بيان ختامي عن أعمال جمعية سبل للعام 2021، وكتير فقرات حتكون ضمنها، إضافة لتحضيرات كتيرة من الأشغال اليدوية اللي عم يجهزوها الأولاد حتنعرض ضمن هيدا المعرض. إن شاء الله حنكون، أكيد رح نكون موجودين، نتمنى لكم كل التوفيق، وسنة عن سنة عم تكبر سبل التنموية وإنجازاتها عم تكبر أكثر وأكثر. شكرا كثير لك عقاب، كنت معنا اليوم. شكرا شكرا لك.